لا حول ولا قوة. اللهم صل على محمد. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. إخوة الإسلام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى المولى سبحانه وتعالى، وهو الذي أوصى عباده المؤمنين في محكم التنزيل، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موصيا جميع الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، نحن في هذه الأيام المباركة أيام معدودات، أبرنا فيها بذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى من أجل العبادات وأفضل القربات، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر. فلم تنزل الشرائع ولم تشرع الصلوات والشعائر إلا لإقامة ذكر الله عز وجل، ولذا جاء الأمر بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى بدون عدد وبدون تحديد زمن، وقرن مع جميع أنواع العبادات. فالذكر مشروع بعد كل صلاة، قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال سبحانه وتعالى في صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى بعد فريضة الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقال جل شأنه في ما يتعلق بمناسك الحج: ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقال سبحانه وتعالى: وليذكروا الله في أيام معلومات. وهذه الأيام المعلومات كما قال أهل العلم هي عشر ذي الحجة، وقيل بأنه يدخل فيها أيام التشريق. وقال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وهذه الأيام المعدودات التي نحن فيها
هي أيام التشريق. قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فلا يجوز فيها الصيام إلا للحاج الذي لا يجد هديا، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فلا بأس أن يصوم هذه الأيام. وبعد الانتهاء من هذه المناسك العظام، أمرنا المولى سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ولم تقام وتشيد المساجد عباد الله إلا لإقامة ذكر الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أيها المسلمون، إن الذكر عبادة لا حد لها. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وامتدح المولى سبحانه وتعالى عباده الذاكرين فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وذكر الله ليس مقيد بحال من الأحوال ولا وضع من الأوضاع. قال سبحانه وتعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وذكر الله ليس محددا بزمن. قال عز وجل: وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال سبحانه وتعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإن من ثمار الذكر يا عباد الله طمأنينة القلب، كما قال سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإن من ثماره العظام معية الله عز وجل للعبد وحفظه له، كما جاء في الحديث القدسي أن المولى سبحانه وتعالى قال: وأنا معه، أي مع عبدي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وذكر الله عباد الله حصن حصين. قال صلى الله عليه وسلم: وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك من خرج العدو في طلبه مسرعين فأووا إلى حصن حصين فمنعه الله منهم. فالمسلم عباد الله يلجأ إلى ذكر الله عز وجل دوما، ويتحصن به من أعدائه، فيتحصن من النار، ويتحصن من جميع المكاره والآفات. الذكر يا عباد الله يحط الخطايا والسيئات ويزيل الوحشة بين المرء وربه، فهو حياة القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، رواه البخاري. والذكر حفظ للبيوت من الشياطين وبركة ونور في البيت. قال صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. ورتبت على ذكر الله عز وجل الأجور العظيمة، مع أنه عبادة يسيرة يستطيع أن يقوم بها العبد في أي وقت وعلى كل حال. استمع إلى هذا الحديث يا عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات،
رواه مسلم. ومن أمثلة الذكر التي تبين يسرها وعظم أجرها ما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. إخوة الإسلام، فرق بين مسلم معلق قلبه بربه يلهج لسانه بذكره صباح مساء، وبين غافل غارق في غفلته استولى الشيطان على قلبه فأنساه ذكر ربه، كما قال عز وجل في هؤلاء: استحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله. ومن علامات النفاق يا عباد الله، ومن علامة النفاق قلة ذكر الله، فهي صفة من صفات المنافقين. قال سبحانه وتعالى عن المنافقين: ولا يذكرون الله قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على ما ينفعكم بالإكثار من ذكر ربكم في السر والعلن، وفي السراء والضراء، وفي الشدة والرخاء، تعمر بيوتكم وتطمئن قلوبكم وتفوزوا برضوان ربكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في الحديث الصحيح عن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استمع إلى هذا الحديث يا أخي، واحفظه وتذكره لتعلم وتعرف عظم هذا العمل اليسير. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. الرسول صلى الله عليه وسلم شوق الصحابة بهذا السؤال، قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. انظر إلى فضل الذكر، انظر إلى عظمة هذه العبادة. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بكثرة الذكر. قال عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني بشيء أتشبث به، أي أتمسك به. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ومع أن الذكر يا عباد الله من أجل العبادات، إلا هو أنه أيضا من أيسر العبادات، فإن حركة اللسان الذي يتحرك بذكر الله أخف من حركة الجوارح. يستطيع أن يتذكر أو يذكر الإنسان ربه في كل الأحوال وفي كل الأزمان، فأنت تستطيع أن تذكر ربك إذا دخلت أو خرجت، إذا ركبت سيارتك، إذا دخلت السوق، إذا أويت إلى فراشك، في كل الأحوال هناك ذكر مأثور عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتمسكك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن فيه أجر اتباع السنة، وفيه فضل حيازة هذا الأجر العظيم من الذكر. ولذا فإن الموفق هو من وفق إلى هذه العبادة العظيمة.
يقول شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه: ولكي تعلم أن المسألة مسألة توفيق فانظر إلى ذكر الله، فإنه من أيسر الأمور ولا يوفق إليها إلا القليل. ولذا فإن العبد يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يلهمه ذكره في كل الأحيان. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتضرع إلى مولاك يا عبد الله أن يجعلك من الذاكرين، واجتهد مع نفسك ليكون الدعاء من قلبك ولسانك كما يجري نفسك. ألا وصلوا على البشير النذير، فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وأنعم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الكفرة والملحدين وجميع أعدائك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، رخاء، سخاء، مستقرا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وهيئ له برحمتك البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع الضر والبلاء عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم، أطعم جائعهم، اشف مريضهم، داوي جرحاهم، تقبل شهداءهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اخرجهم من هذه الكروبات إلى الأمن والأمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الدين الذين يحاربون دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، يا قوي يا عظيم يا جبار يا رب العالمين. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين والزائرين، وردهم إلى ديارهم آمنين سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل حجهم واجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا برحمتك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.